دنيا وهني دنيا، يعني يفرق بينهم مسافات قليلة. راضي إن شاء الله تكون حياتهم سعيدة مثل ما كانوا في الدنيا ونحن معهم. أراضي المقابر، كان والد في درس بالمنصور يقول سيسا ترفع زينب شغلت رفع صوفيا، يقول الله اختارها، يقول مو كل أرض تصير قبور. يعني سبحان الله لا حكمة فيها جل في علا. وبعدين ممكن تسكر أبواب هالمقبرة، يمكن تفتح ما تدري مئات السنين.